وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المدير السابق لمكتب إعلام محافظة تعز نجيب قحطان. أهلا بك أستاذ نجيب معنا. إذا برأيكم هل تنجح الهدنة الأممية الثانية والضغوط الدولية في رفع الحصار عن مدينة تعز وربما فتح الطرق الرئيسية فيها؟ سيدتي العزيزة، وأرحب بجميع المستمعين والمشاهدين لقناة النهارية. أهلا بك. في البداية نوضح أنه للأسف حتى الآن لا تزال لجنة التفاوض الحكومية تجهل الرد القاط على المبادرة التي قدمتها هذه اللجنة بخصوص فتح طرقات تعز ورفع الحصار عنها، حيث أن الأمم المتحدة والحوثي أيضا لم يردوا حتى يومنا هذا على المبادرة التي قدمتها لجنة التفاوض الحكومية الخاصة برفع الحصار عن تعز. لكن في كل الأحوال رغم انتهاء المرحلة الأولى للتفاوض، المرحلة الأولى للتفاوض، إلا أن تعز لم تكن هذه المرحلة الأولى للتفاوض على فتح طرقاتها، بل ربما هذه هي المرحلة الثالثة خلال 8 سنوات مضت على حصار تعز، وهذا لا يحتاج إلى تفاوضات وعقد تشاورات ولقاءات عديدة والدخول في مراحل والانتهاء من مراحل حتى يتم رفع الحصار في تعز. للأسف الشديد أراد الحوثيين أن يحولوا ملف تعز من قضية إنسانية إلى قضية سياسية، وفي هذا الإطار تتساير معهم الأمم المتحدة في نحو هذا الاتجاه، وهذا يشكل خطورة جدا من قبل الأمم المتحدة ومبعوثيها في أن يحولوا ملف تعز من ملف إنساني إلى ملف سياسي، خاصة وأن أبناء تعز لا من خلال 8 سنوات يعانون كل أنواع الجرائم الجسيمة والانتهاكات التي ترقى إلى أن تكون جرائم دولية يحاكم عليها القانون. نعم، الدولي يعني رغم هذه المعاناة التي يعانيها أهالي تعز، ما الذي ينبغي على الجانب الحكومي فعله حال استمرار تعنت الحوثيين ورفضهم لرفع الحصار عن هذه المدينة يعني المحاصرة منذ سنوات؟ نعم، اللجنة الحكومية تبذل جهدها في التفاوض حتى رفع الحصار الكامل على تعز والعودة إلى ما قبل عام 2015، أي فتح كل الخطوط من وإلى تعز. لكن للأمانة حتى لا نكون متعسفين كما يظن، وإن كان الحوثي يرى أن فتح الطرقات والعودة إلى ما قبل عام 2019 أمر مستحيل، إلا أننا نظن أن اللجنة الحكومية على الأقل يجب أن تصر على أن يتم بداية فتح 4 طرق رئيسية ورفع الحصار عنها. هذه الطرق تتمثل على الأقل فتح خط طريق تعز الحوضان عدن، 2 خط طريق تعز الحوضان صنعاء، 3 خط طريق عصيفرة 60، 4 خط طريق مدينة النور 50 وصولا إلى مصنع التمر والصابون. هذا على الأقل يجب الذي أن ترتكز عليه اللجنة الحكومية في تفاوضها حتى يتم رفع الحصار مبدئيا عبر هذه الطرق، ثم بعد ذلك يتم رفع الحصار الكامل عن طرق محافظة تعز. هذا بالنسبة على مستوى الطرق، لكن أيضا على لجنة المفاوضات أن تعلم أن تعز منذ 8 سنوات تعاني من حصارات عديدة، أهمها يجب أن تطالب برفع الحصار عن حقول وآبار مياهها، مياه تعز، واستعادة ضخ المياه من حقول المياه إلى وسط مدينة تعز، إضافة أيضا إلى الضمان الكامل من قبل الحوثيين إلى عدم الاعتداء على خطوط الكهرباء، وكذلك السماح بإخراج القمامة من مدينة تعز إلى المقلب المخصص لهذا الأمر، وهذا هو حق تعز الأدنى من حقوقها المصادرة العامة منذ 8 سنوات. أشكرك جزيل الشكر المدير السابق لمكتب إعلام محافظة تعز نجيب قحطان، كنت معنا عبر الهاتف.